السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي الصف الأول الثانوي على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. في بداية الحلقة كده هنفتكر بس اسم الموضوع اللي احنا معانا النهاردة، الموضوع الثالث بعنوان خصائص التفكير الفلسفي ومهاراته، واحنا الأسبوع الماضي تناولنا جزء منه وهو بعنوان خصائص التفكير الفلسفي. كانت بتتكلم عن الدهشة وإثارة التساؤل والاستقلال والتأمل والدقة المنطقية. إن شاء الله احنا النهاردة مع آخر حلقة من حلقات مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي في الشرح، وهنتناول في الجزء ده مهارات التفكير الفلسفي، واحنا عندنا فيها 6 مهارات زي ما هو باين قدامنا على الشاشة: الشك والنقد والحوار والتسامح الفكري والتحليل والتركيب والتجريد والتعميم. قبل ما أبدأ الحلقة هنقول سؤال سريع كده على الحلقة السابقة. السؤال بيقول: الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، الفضة تتمدد بالحرارة، نستنتج من ذلك أن كل المعادن تتمدد بالحرارة. يدل المثال السابق على أحد خصائص التفكير الفلسفي، وهي يا ترى التأمل ولا الدهشة والتساؤل ولا الاستقلال ولا الدقة المنطقية؟ وكده نشوف الإجابة مع بعض. فعلا هي الإجابة الدقة المنطقية. سؤال تاني كده سريع على خصائص التفكير الفلسفي اللي احنا شرحناها الأسبوع اللي فات. السؤال بيقول: الفلاسفة يستطيعون دراسة قضايا مجتمعهم من جميع جوانبها، باحثون عن أسبابها الجذرية، وفي نفس الوقت يمارسون حياتهم العادية يوميا. نستنتج من القول أحد خصائص التفكير الفلسفي، وهي يا ترى التأمل ولا الدهشة والتساؤل ولا الاستقلال ولا الدقة المنطقية. طبعا أنا سمعك بتقول إن هم بيتناولوا القضايا وفي نفس الوقت بيمارس حياته العادية اليومية بصورة طبيعية، يبقى الإجابة فعلا هي التأمل. تعالوا بقى ننتقل إلى الجزء الجديد من موضوع حلقة اليوم، وهو بعنوان مهارات التفكير الفلسفي. وزي ما قلت في بداية الحلقة أنا عندي 6 مهارات: الشك والنقد والحوار والتسامح الفكري والتحليل والتركيب والتعميم والتجريد. النهاردة هنبدأها بإيه؟ بالشك والنقد والحوار. تعالوا كده مع بعض نبص على أول مهارة عندنا من مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة الشك. عايزين نعرف يعني إيه شك؟ لما بتكلم عن الشك أنا بتكلم على تردد، التردد بين نقيضين، بين أمرين، بين رأيين، بين وظيفتين. أنا واقف متردد مش عارف أختار إيه، بس معايا دليل ومعايا برهان، يعني معايا حجة. يبقى لما بتكلم على شك بقول إن هو تردد بين نقيضين أو بين رأيين كلاهما له حجة. يعني إيه حجة؟ يعني دليل، يعني برهان، يعني أنا هختار ما بين الحاجتين وكل واحد فيهم مزايا كذا أو عيوب كذا. طيب يبقى معنى كده أن الشك هنا بيتوقف عادة عن إصدار الحكم، بيتوقف مؤقتا عن ان هو يصدر حكم على احد النقيضين او احد الامرين اللي هو ايه فيهم. طيب معنى التردد ده ان الشخص هنا الشاك جاهل بالموضوع او عنده جهل بالموضوع؟ لا، والدليل على كده ان هو معاه دليل ومعاه برهان ومعاه ادله، عشان احنا اتفقنا فوق وانا بعرف الشك ان هو تردد بين نقيضين ومعاه حجه او معاه دليل او معاه برهان، وهذا التردد مش معناه ان هو عنده جهل بالموضوع. يبقى معنى كده ان الشك او الشخص الشاك يتخذ موقفا فلسفيا عقليا. ليه؟ لانه بيحاول يفهم الموضوع بصوره اعمق، ويبتدي يرجح الراي الصواب او يختار ما بين الحاجه اللي هو بيختار ما بينها. طيب لو قلنا هنا عايزين امثله على مهاره الشك، أهو مثال بيقول لك: تردد بين وظيفتين مرموقتين وتنتهي بالوصول إلى اختيار أحدهما. مثال تاني: التردد بين السفر إلى الخارج للعمل أو أن تظل في بلادك بجانب أسرتك، وبتنتهي إنك بتختار يا إما تسافر يا إما تفضل في بلدك. يبقى كده إحنا بنتكلم على تردد ما بين أمرين، وفي نفس الوقت أنا معايا أدلة وبراهين على
الموضوع ده أو الموضوع ده. طيب تعالوا ننتقل ونشوف أنواع الشك. لما بتكلم عن أنواع الشك، أول نوع هنتكلم عنه اللي هو الشك الاعتيادي، والنوع الثاني اسمه الشك الفلسفي. الشك الفلسفي عندي بينقسم إلى نوعين، الشك المذهبي والشك المنهجي. دي كده خريطة ذهنية صغيرة بتوضح لي أنواع الشك، شك اعتيادي وشك فلسفي، والشك الفلسفي عندي بينقسم إلى مذهبي ومنهجي. طيب تعال ننتقل مع بعض نعرف إيه هو الشك الاعتيادي. لما بتكلم على الشك الاعتيادي بقول لك إن هو شك معتاد، هو الذي يتبادر إلى الذهن نتيجة الجهل. يبقى الشك الاعتيادي بيساوي عندي جهل. يعني إيه جهل؟ يعني أنا مش ملمة بجميع جوانب الموضوع، يعني ما عنديش معرفة كاملة أو معرفة كافية عن الموضوع ده. طيب طالما عنده جهل يبقى عنده عجز، لأنه مش قادر يحلل ولا يقدر يعرف الظروف المحيطة به. يبقى لما بتكلم على شك اعتيادي بقول إن هو شك نتيجة الجهل، نتيجة عدم الإلمام بجميع جوانب الموضوع أو بالظروف المحيطة به. طيب تعالوا كده ناخد أمثلة على الشك الاعتيادي. هنا سوء الفهم يولد الشك، سوء الفهم يولد الشك لأن أنت عندك جهل بالموضوع. استلمت رسالة من أحد المواقع بتدعوك للانضمام له فترددت، ليه؟ لأن أنت مش عارف مصدره جاي منين ولا رايح فين، مش عارف إذا كان الموقع ده ضار ولا موقع مفيد بالنسبة لك. ضياع التليفون المحمول وجهلك بالموضوع، يا ترى هو ده سرقته ولا نسيته انا في مكان ما؟ يبقى كده الشك الاعتيادي هو اللي جاي نتيجة الجهل، نتيجة عدم المعرفة، نتيجة عدم الإلمام بكل جوانب الموضوع. طيب تعالي كده ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الشك، وهو الشك الفلسفي. إيه هو الشك الفلسفي؟ خد بالك كده عشان احنا عايزين نميزه ما بينه وما بين الشك الاعتيادي. لما بتكلم على شك فلسفي بقول ان الانسان هنا بيمارسه عامدا متعمدا حينما يفكر في موضوع ما. يبقى الانسان هنا بيمارس الشك ده وهو متعمد، وفي نفس الوقت بيستبعد اي اراء او اي افكار، سواء كانت الافكار دي ناقصه او غير مكتمله، بيحاول ان هو يستبعدها عشان يكون الموضوع على اساس صحيح. عشان كده دايما بنقول ان الشك هو اساس الحكمة واساس اليقين. يبقى شك فلسفي يمارسه الانسان عامدا متعمدا حينما يفكر في الموضوع، بيستبعد اي اراء او اي افكار ناقصة علشان يقدر يكمل الموضوع من جميع جوانبه. ليه؟ لان احنا بنقول ان الشك هو اساس الحكمة وفي نفس الوقت اساس اليقين. طب تعالوا نفتكر مع بعض، احنا اتفقنا من الاول ان احنا عندنا نوعين من الشك الفلسفي. اول نوع عندنا من الشك الفلسفي هو الشك المذهبي، الشك المذهبي. وهنا بقول ان الشك المذهبي جاي من اسمه، صاحبه يتخذه مذهبا. يعني ايه صاحبه ياخده مذهب؟ يعني ماشي على طريقته ما بيغيروش، بيبدأ بالشك وبينتهي بالشك. الشخص الشاك فيه أو اللي بيستخدم الشك المذهبي غايته هو الشك، مش عايز يوصل لليقين، مش عايز يوصل للحقيقة، شك عشان يوصل لشك، يبقى غاية في حد ذاته لأن الشك غايته من أجل الشك، بيسعى إلى الهدم. الناس اللي شغالة بالشك المذهبي بتؤدي إلى هدم المجتمع. طيب يبقى كده نجمع مع بعض كده خصائص الشك المذهبي، انا كاتباها كده من فوق، خليك معايا. احنا اتفقنا ان هو غايه لانه بيبدا بالشك وينتهي بالشك، دائم ومطلق لان صاحبه يتخذه مذهبا، ما بيغيروش، ما بيحاولش يوصل الى الحقائق، ما بيحاولش يوصل الى اليقين. عشان كده بقول ان الشك المذهبي هدام، بيسعى الى هدم المجتمع مش بيسعى الى البناء. طب انت عندك نماذج فعلا للشك المذهبي دي موجوده عندنا في المجتمع؟ اه، مثال للشك المذهبي هنتكلم عن جماعه اسمهم جماعه السوفسطائيين. السوفسطائيين ودول نشروا الفساد في المجتمع اليوناني بشكهم في المعرفه الانسانيه.
الجماعة دول ما كانش بيحاولوا إن هم يصلوا إلى اليقين، لأن كان الشك عندهم شك إيه؟ زي ما ظهر قدامي على الشاشة، شك مذهبي، غاية ودائم وهدام ومطلق. هدم هدفهم هدم المجتمع اليوناني، كانوا بيدوروا على مصالحهم الشخصية. طيب مثال إيه كمان؟ ابتعاد الفتاة عن أصدقائها ظنا منهم إنهم يتحدثون عنها طول الوقت، فكده مش هيبقى ليها أصحاب أبدا. يبقى لما بنتكلم على شك مذهبي بقول إن هو غاية ودائم وهدام ومطلق. طيب تعالي ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الشك، وهو الشك المنهجي. وزي ما باين برضو من اسمه، الشك المنهجي هو الذي صاحبه يتخذه منهجا متعمدا من أجل الوصول إلى حقيقة بنفسه، هدفه إنه عايز يوصل إلى الحقيقة. صاحب الشك المنهجي متعمدا إنه بيصل إلى اليقين، بيحاول يختار الرأي الأصوب من بين الآراء اللي ظاهرة قدامه، لأن الآراء عنده بتكون متباينة ومختلفة، بيحاول يختار ما بينهم الرأي التمام. يبقى معنى كده إن الشك المنهجي صاحبه يتخذه وسيلة. صاحبه يتخذه وسيلة، طب الوسيلة دي ليه؟ قال لك من أجل الوصول إلى الحقيقة والسعي إلى الشك البناء واليقين. السعي إلى الشك البناء واليقين، إيه هو الشك البناء واليقيني؟ اللي هو الشك المنهجي الذي يبدأ بالشك وينتهي باليقين. صاحبه يتخذه منهجا متعمدا من أجل الوصول إلى الحقائق، من أجل اختيار الرأي الأصوب ما بين الآراء المطروحة أو المعروضة أمام العقل. طيب نجمع كده خصائص الشك المنهجي، بقول لك عليه إن هو مؤقت لأنه بينتهي بانتهاء الموقف، إنه بيصل إلى الحقيقة أو اليقين، وبناء لأنه بيساعد على بناء المجتمع، وصاحبه يتخذه وسيلة من أجل الوصول إلى الحقائق أو إلى اليقين. دول كده أنواع الشك الفلسفي، مذهبي ومنهجي. المذهبي غاية وهدام ومطلق، الشك المنهجي بناء ومؤقت ووسيلة. طيب عايزين أمثلة بقى على الشك المنهجي، جايبة لكم هنا أكتر من شخصية. سقراط الذي تصدى للسوفسطائيين اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية، اللي احنا قلنا ان هم كانوا بينشروا الفساد في المجتمع اليوناني. طيب تصدى لهم بإيه؟ هم كانوا بيستخدموا الشك المذهبي اللي هو دائم، اللي هو هدفه هدم المجتمع. سقراط بقى تصدى للسوفسطائيين باستخدام الشك المنهجي، كان كل هدفه انه يدافع عن الحقائق، كان كل هدفه ان يحمي المجتمع اليوناني ويحافظ عليه. يبقى هنا جماعة السوفسطائيين اللي استخدموا الشك المذهبي لقوا اللي يرد عليهم، اللي هو مين؟ الفيلسوف سقراط. نوع آخر أو شخصية أخرى، الإمام الغزالي الذي يرى أن الشك هو أولى مراتب اليقين. يعني عشان أقدر أوصل للحقائق وأقدر أوصل لليقين، المفروض إن أنا هستخدم إيه؟ الشك. طب يا ترى أنهي نوع من الشك؟ الشك المنهجي. مثال بقى من واقع حياتنا، بقول لك تردد الطالب بين المذاكرة، وبين ممارسة الرياضة اللي بيحبها، بيبتدي يبحث في الأمر ويبتدي يختار ما بين القرارات، يبقى كده ويتخذ القرار المناسب. أما وصل للقرار المناسب يبقى كده وصل إلى إيه؟ وصل إلى الحقيقة. طيب إحنا كده خلصنا مهارة الشك. مهارة الشك تردد، وقلنا عندنا نوعين، اعتيادي وفلسفي. الشك الفلسفي بينقسم إلى مذهبي ومنهجي. تعالوا ننتقل إلى مهارة أخرى من مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة النقد. مهارة النقد، تعالوا كده مع بعض واحدة واحدة وبالراحة. عايزين نعرف الأول يعني إيه نقد. بنسمعها كتير قوي، وخد بالكم إنها بالدال مش بالضاد، لأن في ناس كتيرة بتكتبها بالضاد. كلمة النقد هو لما بتكلم على النقد فلسفي هو رفض أو قبول، يعني يا إما هترفض يا إما هتقبل. طب هترفض إيه أو هتقبل؟ هتقبل إيه؟ يبقى هي قبول أو رفض أي فكرة بعد فحصها،
يعني همسك الأفكار الأول أو همسك الموضوعات وهبتدي إن أنا أفحصها وأحاول إن أنا أتأكد منها. وعادة ما يكون النقد تاليا للشك، يعني الشك بيجي في الأول وبعد كده يجي وراه مين؟ النقد. يبقى لما بتكلم عن نقد بقول رفض أو قبول فكرة بس بعد ما بفحصها الأول أو بتأكد من المعلومات اللي موجودة فيها. تمام. فإذا ما تشكك الأمر المرء في صحة فكرة، يعني إذا المرء ابتدى يشك في فكرة هيبتدي يبحث عنها ويبتدي إن هو ينقدها ويبين كمان الأدلة سواء على الرفض أو على القبول. يبقى معنى كده إن النقد هو اللي بيوجهك ويقولك إن الحاجة دي صواب أو الحاجة دي خطأ بناء على المعلومات اللي أنت بتجمعها وبناء على الأفكار اللي أنت بتفحصها وبتحاول إن أنت تتأكد إيه؟ تتأكد منها. وأهم حاجة إن لازم يكون معاك دليل ولازم يكون معاك برهان على القبول أو الرفض. ما يبقاش نقد كده أو رفض كده وخلاص أو قبول كده وخلاص، ما ينفعش، لازم يكون معانا أدلة ومعانا براهين، لأن أنا بتكلم على نقد إيه؟ فلسفي. طيب تعالوا نشوف مع بعض أنواع النقد. عندنا نوعين للنقد، النوع الأول اللي هو المحكم والنوع الثاني اللي هو النقد الضعيف. عندنا مهارة النقد بتنقسم إلى المحكم والضعيف. طب تعالوا كده نشوف مع بعض إيه الفرق ما بين النوعين. هنمسك أول نوع عندنا وهو النقد المحكم. إيه هو النقد المحكم؟ نركز كده مع بعض. بقول لك النقد المحكم هو الذي يطبق الأسئلة النقدية على كل الأفكار والمعتقدات. تاني كده وبالراحة، بقول لك يطبق الأسئلة النقدية على كل الأفكار والمعتقدات، يعني بيحاول يسأل مجموعة من الأسئلة على الأفكار أو الموضوع أو الفكرة اللي هو بيحاول إن هو يبحث عنها عشان يقدر يجمع أدلة وبراهين كافية سواء على القبول أو على الرفض. خد بالك، عشان يقدر يقبل أو يرفض لازم يطرح الأول أسئلة، وبناء على الأسئلة اللي هو هيجمعها والأجوبة بتاعتها هيقدر في الآخر يا إما يقبل يا إما يرفض. طيب إدينا مثال عشان نفهم. بقول لك اشترك أحد الطلاب بأحد مسابقات القصة القصيرة في المدرسة، طلب منه معلم اللغة العربية عدة تعديلات. هنا الطالب تقبل رأيه وقام بالتعديل المطلوب قبل تسليم الإيه؟ القصة. هنا النقد اللي هنا قدمه المعلم للطالب بسميه نقد محكم، لأن معاه دليل ومعاه برهان، والدليل على كده إن الطالب تقبله وقام بالتعديل وابتدى بعد كده يسلم القصة المطلوبة منه. يبقى ده بسميه إيه يا أولاد؟ بسميه نقد محكم، يبقى بيطبق الأسئلة النقدية. طيب تعالوا ننتقل إلى النوع الثاني اللي هو اسمه إيه؟ النقد الضعيف. النقد الضعيف هو إيه بقى؟ الدفاع عن معتقدات راهنة نؤمن بها بغرض التبرير، يعني أنا ببرر بس، بدافع عن معتقد أو فكرة أو موضوع علشان من غير ما أدي تبرير واضح، من غير ما أقول أنا موافق علشان ده أو رافض علشان ده، من غير تقديم أدلة، من غير تقديم براهين، مش بغرض إن أنا أختار ما بين البدائل، لأ أنا بدافع عن المعتقد ده وخلاص. زي أحمد اللي رفض إنه يشتغل في أحد المؤسسات. طب ليه يا ابني مش عايز تشتغل؟ هو كده وخلاص، ما قدمش مبرر، ما قدمش دليل، ما قدمش سبب. يبقى ده بسميه نقد إيه يا أولاد؟ بسميه نقد ضعيف. يبقى النقد المحكم أنا بطبق الأسئلة النقدية علشان أقدر أوصل لأجوبة وبناء عليها بيتم القبول أو الرفض. أما النقد الضعيف أنا بدافع عن معتقد راهن بغرض التبرير مش بغرض إن أنا أختار ما بين البدائل. رفض بدون تقديم أدلة ولا براهين مقنعة. يبقى كده أنا اتكلمت عن مهارتين من مهارات التفكير الفلسفي، الشك والنقد. طيب تعالوا ننتقل إلى مهارة رقم ثلاثة من مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة الحوار. مهارة الحوار، تعالوا نعرف الأول يعني إيه الحوار. لما بتكلم على الحوار أنا بتكلم على جدل، نقاش،
جدل ونقاش بس بيتم بشكل إيجابي. جدل ونقاش بيتم بشكل إيه؟ إيجابي. طب الهدف منه إيه؟ قال لك الهدف منه إن أنا أقدر أوصل إلى الحقيقة. هبتدي أستخدم الحوار كوسيلة عشان أقدر أتعرف على الرأي والرأي الآخر. يبقى لما بتكلم على حوار أنا بتكلم على جدل. الجدل بيتم بشكل إيجابي عشان أقدر أوصل للحقيقة من ناحية، وكمان حاجة تانية إن أنا أقدر أتعرف على الرأي والرأي الآخر من ناحية تانية. لأن هدفنا مش حوار وخلاص، لا، هدفنا إن إحنا نحط أدلة عقلية سليمة وحجج منطقية مقنعة. يبقى لما بنتكلم عن الجدل بشكل إيجابي بنوصل للحقيقة من ناحية، ونتعرف على الرأي والرأي الآخر من ناحية، عشان نوصل إلى الأدلة العقلية السليمة والحجج المنطقية المقنعة. طب يا ترى الحوار ده له شكل واحد ولا له أشكال؟ تعالوا الأول ناخد مثال على مهارة الحوار بصفة عامة. في أنواع كتير جدا من الحوار. أول نوع عندنا هنتكلم عنه اللي هو الحوار البحثي. خدوا بالكم الأمثلة دي من خارج الكتاب المدرسي. إيه هو الحوار البحثي؟ جاي من اسمه، إن أنا بجمع معلومات وبحاول إن أنا أتبادلها بحيث يكون التركيز على المعلومات المتبادلة في الحوار. يعني هدفنا إن إحنا نجمع معلومات ونتبادلها مع بعض، عشان كده سميناه الحوار البحثي. نوع آخر من الحوار اسمه الحوار التأملي، وده هدفه الوصول لأفضل الخيارات المتاحة أو البدائل المتاحة بعد التأمل والتفكير المتروي، يعني اللي هو بالراحة وعلى مهلك. دي كده أمثلة على مهارة الحوار، نوعين: بحثي وإيه؟ وتأملي. بحثي وإيه؟ وتأملي. طيب تعالوا نشوف مع بعض أنواع الحوار. عندنا أنواع الحوار. الحوار عندي نوعين، في حوار إيجابي وفي حوار سلبي. أنا عرضت عليكم من شوية مثالين اللي هو البحثي والتأملي. طيب تعالوا نشوف الأول يعني إيه الإيجابي ويعني إيه السلبي، ونبتدي نحكم على الأمثلة اللي إحنا قلناها دي أنهي نوع من الاتنين. تعالوا نشوف مع بعض أول نوع وهو الحوار الإيجابي. هو الحوار الذي يطبق الأسئلة على كل الأفكار والمعتقدات. حوار العلماء والأطباء حول أعراض فيروس كورونا بهدف الوصول إلى العلاج ومصل للوقاية منه، ده كده بسميه حوار إيه؟ إيجابي. جدل مع الآخرين بيتم بشكل إيجابي عشان نقدر نتبادل الآراء والمعتقدات مع بعض. يبقى لما بنتكلم على حوار إيجابي بقول إن هو بيتم من خلال تبادل الآراء والتوصل إلى الرأي الصواب والتوافق مع المتحاورين بهدف الوصول إلى أدلة بهدف الوصول إلى أدلة وبراهين مقنعة، زي حوار العلماء والأطباء حول أعراض فيروس كورونا اللي موجودة عندي في المثال. تعالوا ننتقل إلى النوع الآخر وهو الحوار السلبي. هدفه إيه؟ تسفيه الرأي الآخر. يعني إيه كلمة تسفيه؟ يعني إضعاف الرأي الآخر بأي وسيلة يستخدم فيها التلاعب بالألفاظ دون الالتزام بأخلاقيات الحوار الهادف. هدفنا من الحوار السلبي إيه؟ إن إحنا إضعاف الحوار، مش عايزين نوصل لنتيجة، مش عايزين نوصل لقرار في الآخر، زي الحوار المزدوج. هنا بيعطي ظاهر الكلام معنى غير ما يعطيه باطنه، يعني بيتكلم بطريقة وهو قصده حاجة تانية، زي التورية، زي الألفاظ المبهمة، زي الصورة اللي واضحة قدامنا على الشاشة. هنا واحد هي في رقم مكتوب، واحد شايفه 6 والتاني شايف 9، والاتنين قاعدين يتناقشوا ويتجادلوا في حوار ملوش لازمة. يبقى يهدف إلى تسفيه الرأي الآخر بأي وسيلة بنستخدم فيها التلاعب بالألفاظ دون الالتزام بأخلاقيات الحوار الهادف أو الحوار الناجح. دي كده أنواع الحوار. طيب يا ترى إيه خصائص الحوار الفلسفي؟ خصائص الحوار الفلسفي لابد من وجود طرفين أو عدة أطراف، بس المهم إن كل طرف بيقبل وجود الطرف الآخر وبيحترم وجهة نظره، ويكون عنده أساسا رغبة في إنه يتواصل عقليا مع الطرف ده دون تعصب في الرأي.
وإيمان كل طرف بالإطار الموضوعي. يعني إيه إطار موضوعي؟ يعني أنا بستبعد أي آراء أو رغبات ذاتية أو آراء شخصية أو مشاعر أو حب أو كره، كل ده بنركنه على جنب علشان نبتدي ندرس الموضوع في إطار موضوعي. ولازم الجميع يقبل بالحوار الفلسفي أيا كان الموضوع ده إيه، طالما هو موافق إن يكون في جدل وفي نقاش لازم يتقبل الموضوع اللي هم هيتناقشوا فيه. وأهم حاجة، لا يعتمد الحوار على التأثير العاطفي بل بيعتمد على الدليل الإيه؟ العقلي. فلما بنتكلم على خصائص الحوار الفلسفي أنا بتكلم على أطراف بتقبل وجود الطرف الآخر وبتحترم وجهة نظره، رغبة كل طرف في التواصل العقلي مع الطرف الآخر دون تعصب في الرأي، قبول الجميع بالحوار الفلسفي أيا كان موضوعه، وما يعتمدش على الحوار بيعتمد على التأثير العاطفي، لا يعتمد على التأثير العاطفي بل يعتمد على الدليل العقلي. كده احنا جمعنا 3 مهارات من مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة الشك ومهارة النقد ومهارة الحوار. نفتكرهم كده سريعا قبل ما ننتقل إلى مجموعة من الأسئلة والتدريبات. اتفقنا أن الشك هو تردد ما بين أمرين، واتفقنا أن احنا عندنا نوعين اعتيادي وفلسفي. الشك الفلسفي بينقسم إلى مذهبي ومنهجي، وأخذنا النقد إن هو قبول أو رفض فكرة، قبول أو رفض الفكرة قبل بعد فحصها والتأكد منها، واتفقنا إن إحنا عندنا نوعين، نوع النقد المحكم والنوع الثاني النقد الضعيف. وبعد كده انتقلنا إلى الحوار أو النقاش أو الجدل، واتفقنا إن هدفنا إن إحنا نوصل إلى أدلة وبراهين عقلية ومنطقية ومقنعة، واتفقنا إن إحنا عندنا نوعين وهو الحوار السلبي والحوار الإيجابي. تعالوا ننتقل إلى مجموعة من التساؤلات حول الـ3 مهارات دول اللي هي الشك والنقد والحوار. السؤال الأول بيقول لي: تعمل التبعية العمياء على إماتة روح النقد. يا ترى النقد اللي مذكور في العبارة فوق ده نوعه إيه؟ محكم ولا قوي ولا ضعيف ولا موضوعي ولا إيه؟ تعالي كده بصي معايا، فعلا الإجابة هو النقد الضعيف. طيب تعالوا ننتقل إلى السؤال آخر. السؤال بيقول: رفض أحد الموظفين ترقيته بالعمل في أحد المؤسسات دون تقديم مبررات مقنعة. رفض أحد الموظفين ترقيته بالعمل في أحد المؤسسات دون تقديم مبررات مقنعة. تعكس العبارة السابقة أحد أنواع النقد وهو النقد. طيب نفتكر كده مع بعض، إحنا اتفقنا إن كلمة تعكس يعني تدل وتوضح وتشير، صح؟ مش عايز عكس الجملة، لأن إحنا اتفقنا من البداية إنه لو عايز عكس الجملة هيجي يقول لك يخالف أو يناقض أو يعارض. طيب يا ترى هنا النقد اللي استخدمه الموظف ده محكم ولا قوي ولا ضعيف ولا موضوعي؟ أيوة أنا سامعاك بتقول إن هو من غير ما يقدم مبرر مقنع، يبقى فعلا الإجابة عندي هو النقد الإيه؟ الضعيف. طيب تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال بيقول لي: يقول عبد السلام إبراهيم: من يصل إلى اليقين من تعاظمت لديه الشكوك. طيب يدل القول السابق على الشك. هو هنا في السؤال بيقول لي إن هو وصل لليقين بعد الشك. طيب يا ترى ده شك اعتيادي ولا دائم ولا منهجي ولا مذهبي؟ ايوه انا سامعاك بتقول طالما من شك لليقين يبقى الشك هنا نوعه ايه؟ شك منهجي. طيب تعالوا ننتقل الى سؤال اخر. اتخذ احد الشباب قرارا بعمل مشروع مكتبه صغير بعد ان جمع العديد من الاراء وميز بين الايجابيات والسلبيات. يؤكد الموقف السابق على احد انواع النقد وهو النقد. يا ترى ايه؟ المحكم ولا السلبي ولا الضعيف ولا الأعمى؟ أيوة أنا سامعاك بتقولها، فعلا النقد محكم عشان قدر يميز ما بين الإيجابيات وما بين السلبيات. طيب ننتقل إلى سؤال آخر. المفكر يكون مفكرا عندما يكون قادرا على دراسة وتحليل الموضوعات دراسة كلية مميزا بين الأدلة الإيجابية
والسلبية. يشير الموقف السابق إلى أحد مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة الشك ولا النقد ولا الحوار ولا التركيب. هو هنا بيعرض وبيبتدي يعرض أدلة ومقدر يميز ما بين الإيجابية والسلبية. فعلا الإيجابية هي مهارة النقد. الفلاسفة يستطيعون دراسة قضايا مجتمعهم من جميع جوانبها بهدف تطبيق الأسئلة النقدية من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة. نستنتج من القول أحد أنواع النقد، وهو النقد، أيوة أنا سامعك بتقول، يا ترى المحكم ولا السلبي ولا الضعيف ولا الأعمى؟ فعلا الإجابة هو النقد المحكم. التخلص من أي تبعية أو أي مؤثرات خارجية مع اتخاذ قرارات نابعة من قناعاتك الداخلية، مدعما ذلك بأدلة وبراهين عقلية مناسبة. ده بيدل على أحد أنواع النقد، وهو النقد الإيه؟ برافو برافو، الموضوعي. وخد بالك كلمة الموضوعي مساوية لكلمة النقد الإيه، أو أحد أنواع النقد المحكم. يقول برتراند راسل: قد يكون الشك أليما، قد يكون متعبا، لكنه على الأقل منطقي، ربما كان الشك مرحلة مؤقتة. يشير القول السابق إلى أحد أنواع الشك، وهو الشك طالما مرحلة مؤقتة، تفتكره اعتيادي ولا دائم ولا منهجي ولا مذهبي؟ طالما مرحلة مؤقتة يبقى برافو عليك، فعلا هو الشك المنهجي. تقول كوليت الخوري: الشك داء مخيف يدمر النخوة في النفوس، يقتل المحبة في القلوب، يطفئ بريق الإيمان في العينين. نستخلص من القول السابق أحد أنواع الشك، وهو الشك. أيوة برافو برافو عليك، فعلا الشك هنا نوعه هدام. الفلسفة قائمة على الموقف الرافض لكل من القبول أو الرفض المطلق، والذي يرى أن كل الآراء بما هي اجتهادات إنسانية تتضمن قدرا من الصواب والخطأ، وبالتالي نأخذ ما نراه صوابا ونرفض ما نراه خطأ. هنا بيشير لمهارة من مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة، فعلا مهارة النقد. يقول جون كولينز: الحقيقة هي روح الفلسفة. هنا بيدعو القول السابق إلى ضرورة استخدام مهارة من مهارات التفكير الفلسفي، فعلا هي مهارة الشك. سؤال كمان بيقول لك: نوع من الحوار لا يرى إلا فائدة منه. تدل العبارة السابقة على أحد أنواع الحوار، وهو الحوار، أيوة حوار من غير فايدة، يبقى فعلا هو الحوار الإيه؟ السلبي. كان معكم الأستاذة إسراء فهم سامي محمد، وهنسيبكم مع الدكتورة سماحة عبد الله نكمل باقي الحلقة مع باقي مهارات التفكير الفلسفي الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم إسراء سامي محمد، معلم أول ألف مواد فلسفية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم استكمالا لحلقة درس مهارات التفكير الفلسفي. سوف أتمم معكم درس المهارات، وأستكمل معكم بداية من مهارة التسامح الفكري أو مهارة التسامح العقلي. احنا اخذنا مع الأستاذة إسراء 3 مهارات، وهنكمل ال3 مهارات او ال3 انواع الاخرى المتبقية. اخذنا مهارة الشك، مهارة النقد، ومهارة الحوار. سوف نكمل عليكم ال3 مهارات الاخرى المتبقية، وهي مهارة التسامح الفكري او مهارة التسامح العقلي، وبعد ذلك مهارة التحليل والتركيب، وسوف نختم حلقتنا ومنهجنا لهذا الترم إن شاء الله بمهارة التعميم والتجريد. بداية هنشوف مع بعض مهارة التسامح الفكري أو مهارة التسامح العقلي. فإحنا طبعا زي ما هو كما هو مبين أمامك أن التسامح قيمة أخلاقيا،
قيمة أخلاقية، وهو موقفا أصلا من الآخر. التسامح أبنائي الطلبة فكرة أساسية، فكرة أن تكون متسامحا مع الآخر ومتقبلا للآخر المختلف منك دينيا وفكريا وعرقيا ومختلف منك في حتى في انتماءاتك، أي انتماء ليك زي الانتماء القروي أو الانتماء الفكري، ده فكرة أساسية لحقوق الإنسان. فكرة حقوق الإنسان زي الحق حرية التفكير والتعبير والدين والمساواة واحترام الإرادة، إرادتك أنت كفرد والإرادة الجماعية للمجموع. إذن يطل علينا التسامح بوصفه قيمة أخلاقية، قيمة أخلاقية، وموقفي أنا من الآخر المختلف عني في كذا وكذا وكذا. هل هذا الموقف له شروط، وهل هذا الموقف له تعريف معين؟ هنشوف كما هو مبين في درسنا، أو كما هو سوف يتضح من خلال شرحنا لقيمة أو مهارة التسامح الفكري أو العقلي باعتباره قيمة أخلاقية نحن جميعا بحاجة إليها، وخصوصا في هذه الأيام. يبقى احنا أنا أقدر أقول دلوقتي بداية إن التسامح قيمة أخلاقية. هذه القيمة هي فكرة أساسية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان زي إيه يا ميس؟ زي حقك في حرية التعبير عن رأيك، حرية التعبير عن حرية المساواة، وحرية الإرادة، إرادتك أنت الفردية كفرد والإرادة الجماعية للمجتمع بشكل عام. التسامح أبنائي الطلبة كما قلنا هو فضيلة وقيمة أخلاقية تتمثل في ماذا؟ في قبول الآخر المختلف عنك وتنوع الثقافات. نحن نحيا في عالم مليء بكثير من الثقافات المختلفة، عندنا الثقافة المصرية، الثقافة مثلا إحنا نحن ننتمي إلى قارة أفريقيا وإلى آخره، وطبعا كما هو معروف أن تنوع الثقافات شيء يحترم، شيء صحي وليس شيء مرضي. تنوع ثقافة، أن هناك ثقافة مصرية، هناك أرضنا الثقافة الصينية، الثقافة مثلا ثقافة الدول الغربية، ثقافة الدول التي تقع مثلا في بلاد العالم الثالث. التسامح باعتباره مهارة من مهارات التفكير الفلسفي، وباعتباره قيمة، وباعتباره فضيلة أخلاقية، بيساعدنا على قبول مثل هذه الثقافات والاعتراف بحقها في الوجود، واحترام طريقة عيش الآخرين وآرائهم ولغاتهم ودياناتهم. إحنا نحن نعيش في عالم ليس بمفردنا، أو العالم مليء بكثير من الثقافات، بكثير من العادات، بكثير من التقاليد، بكثير من الشعوب. كل هذه الشعوب، كل شعب من هذه الشعوب وكل ثقافة من الثقافات لها عادات ولها تقاليد ولها خصال ولها صفات معينة. إيمانك بالتسامح، إيمانك بالتسامح كقيمة فكرية وقيمة فلسفية وقيمة أخلاقية يجعلك تقبل هذا التنوع، ويجعلك هناك تصالح مع هذا التنوع، وإن التصالح وهذا التنوع ليس شيئا مرضيا، بل بالعكس هو شيء صحي وشيء إيجابي. فنحن بحاجة إلى التنوع، ونحن بحاجة إلى التسامح والاعتراف بأحقية الآخرين في الاختلاف. إذن التسامح مع الآراء الأخرى يعد من مهارات التفكير الفلسفي. التسامح باعتباره مهارة من مهارات التفكير الفلسفي يطلب منا أو بيتضمن أو بهذا التسامح أو كمهارة بقى بيتضمن ضرورة أن يتمتع الأفراد بخصال أو سمات أو صفات معينة، أهمها المرونة الفكرية. هما 3 خصال أو 3 صفات، لما يجي مثلا يقول لك في الامتحان يكلمك مثلا على المرونة الفكرية أو تقبل النقد أو زي ما احنا هنشوف دلوقتي، أن دي اسمها خصال أو صفات أو سمات الإنسان المتسامح فكريا أو عقليا مع الآخر المختلف معه. يبقى التسامح بوصفه مهارة من مهارات التفكير الفلسفي، اللي هو إيه بقى يا ميس؟ اللي هو قيمة أخلاقية، اللي هو بمعنى إيه يا ميس؟ اللي هو بمعنى إن أنا أعترف بالآخر المختلف عني بحقوقه. تمام؟ الإنسان المتسامح فكريا أبنائي الطلبة، إذا كنت أنت متسامح فكريا مع الآخر المختلف عنك، فده معناه أنك أنت لازم تتمتع بخصال أو صفات أو سمات أو خصائص معينة. هناخدهم 3 ورا بعض. أول واحدة كما هي مبين قدامك في هذه الشريحة، المرونة الفكرية. ما معنى أن تكون شخصا مرنا فكريا أو عندك مرونة فكرية؟ معناها إيه؟ معناها أنك أنت تكون عندك القدرة على تغيير وتعديل أفكارك وآراءك إذا ثبت عدم صحتها أو إذا ثبت عدم صلاحيتها. تمام؟ لو أنت مثلا عندك إيمان بفكرة معينة
فضلت مؤمن بهذه الفكرة على فترة طويلة، فترة طويلة، وفي الآخر اكتشفت أن هذه الفكرة كانت على خطأ، فقررت أنك أنت تتخلى عنها. معنى كده طالما أنك أنت قررت أنك أنت تتخلى عنها وتخليت عنها بالفعل، معناه أنك أنت شخص مرنا فكريا أو عندك مرونة فكرية. المثال اللي انا حطه لك طبعا قدامك اللي هو رفضك التعصب الكروي. انت زمان كنت متعصب لفريق سين من الفرق القرويه، وكنت بتشجعه بشكل في نوع من التعصب، وكنت ما عندكش قبول لحاجه اسم او لشيء اسمه هزيمه فريقي المفضل. ولكن بعد ما دخلت اولى ثانوي ودرست مهارة التسامح الفكري، وعرفت إن التسامح بوصفه قيمة أخلاقية، وبوصفه فضيلة أخلاقية، وبوصفه مهارة من مهارات التفكير الفلسفي، معناه إنك أنت لابد أن تكون مرنا، ولابد أن تكون عندك قبول للآخر المختلف عنك، وإن ده شيء إيجابي وليس شيء سلبي وشيء صحي زي ما أنا قلت. فأنت بعد كنت ما كنت متعصب جدا جدا لهذا الفريق، فهمت بعد كده إن هذا التعصب شيء غير مقبول دينيا واجتماعيا وبكل شكل من الأشكال، أن هذا التعصب مرفوض قلبا وقالبا بكل أشكاله وصوره. فالرياضة في المقام الأول لعبة أخلاق وفن في المقام الأول، وبعيدة تماما عن تمام كل البعد عن التعصب. يبقى إذن أن تكون شخصا متسامحا فكريا معناه أن تكون عندك عدة صفات أو خصال زي ما احنا قلنا، أولها أو بدايتها مع المرونة الفكرية. ما هي المرونة الفكرية؟ أن أنا أغير أو أعدل أو أتخلى عن فكرة ثبت عدم صحتها أو ثبت عدم ملائمتها للظروف وللحياة اللي احنا نحياها الآن. تاني حاجة أو تاني صفة أو تاني خاصية أو تاني سمة من سمات الشخص المتسامح فكريا أبنائي الطلبة، تقبل النقد. أن تكون شخصا عندك قابلية لأنك أنت تتقبل النقد بروح بعيدة تمام البعد عن التعصب، أنك أنت طالما نقد بناء وليس نقد هدام، فتقبلك لهذا النقد معناه انك انت شخص متسامح فكريا مع الاخرين. ان انا اتقبل النقد الموجه لي بصدر رحب، وبعيدا عن كل اشكال، وبعيدا عن التعصب، وبعيدا عن ان انا اتهم الاخر المخالف لي بان هو مثلا مضطهدني او ان هو مستقصدني. تقبلك للنقد معناه انك انت طالب فاهم وواعي يعني ايه التسامح قيمه فلسفيه. ثالث سمه ابناء الطلبه او ثالث خاصيه من خصائص الشخص المتسامح فكريا، تقبل الراي الاخر حتى ولو كان، معلش الشريحه قلبت، حتى لو كان مختلف معك في الرأي والفكر. طيب تقبل الرأي الآخر حتى لو كان مخالف لرأيي أو مخالف لقناعاتي الفكرية، ده معناه إنك أنت شخص متسامح فكريا. زي مثلا احترامك من يشجع فريق آخر غير فريقك المفضل، أنت تشجع الفريق سين والآخر يشجع الفريق صاد، هذا لا ينقص من قدرك ولا ينقص من قدره. كل إنسان له الحر في تشجيع أو في حب الفريق الذي يراه مناسبا له. احترام عادات وتقاليد وثقافات الشعوب الأخرى المختلفة عننا، ده معناه إنك أنت عندك شخص متسامح فكريا ومتقبل للآخرين المختلفين عنك في العادات والتقاليد والثقافات، طالما إن هو مش بيضرك، وطالما إن هو مش بيتعرض لعاداتك وتقاليدك وثقافتك بأي شيء سلبي، فأنت محترم عادات وتقاليد وثقافات الشعوب الأخرى، معناه إنك أنت شخص عندك تقبل لهذا الآخر المختلف عنك. يبقى إذن استكمالا لمهارات التفكير الفلسفي، المهارة رقم 4 أبناء الطلبة هي مهارة التسامح الفكري أو التسامح العقلي. المهارة التسامح الفكري أو التسامح العقلي بتتطلب أن الإنسان المتسامح فكريا لابد أن يكون متوفر فيه ثلاثة خصائص أو ثلاثة سمات أو ثلاثة صفات زي ما عرضناهم منذ قليل. ننتقل إلى مهارة أخرى ومهمة جدا جدا من مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة التحليل والتركيب. لاحظ هنا ان انا قلت التحليل ثم التركيب وما قلتش التركيب ثم التحليل، وهنشوف بعد عرضنا لهذه المهارة المهمة ليه انا قلت التحليل والتركيب. تعالوا كده مع بعض نشوف ماذا نعني بالتحليل والتركيب وصفهم مهارة مهمة جدا جدا من مهارات التفكير الفلسفي. أبنائي الطلبة، التحليل والتركيب عمليتان بيقوم بها أي عقل، أي حتى الطفل الصغير ممكن يقوم بعملية التحليل والتركيب. بمعنى
هنشوف الأول معنى إيه التحليل والتركيب. يبقى أنا أقدر أقول بداية التحليل والتركيب عمليتان عقليتان بيقوم بيهم العقل الإنساني بهدف إيه بقى؟ طيب التحليل معناه لغويا أبنائي الطلبة إن أنا أفك، إن أنا أجزأ، إن أنا أقسم الشيء إلى أجزاء 1 2 3 4 أو إلى عنصر 1 2 3 4 أو إلى أسباب حدوثه أو إلى شروط حدوثه. يبقى التحليل معناه اللغوي أو معناه الأساسي هو الفك. الفك، أنا بفك الشيء اللي قدامي أو القضية اللي قدامي أو الفكرة اللي أنا بناقشها إلى أجزاء رئيسية، أو بفك الحدث اللي أنا بناقشه إلى عناصر أو إلى أسباب حدوثه أو إلى شروط حدوثه. فهمنا يعني إيه تحليل؟ طيب تيجي أقول لك ليه بقى أنت كده عرفت إن أنا قلت ليه التحليل الأول؟ لأن أنا لما باجي أحلل شيء بعمل له ايه بعد ما بحلله وافهمه فهم بشكل فهم عميق؟ بعمل له ايه؟ اعاده تركيب. لو انا عندي لعبه مثلا الطفل الصغير بيبقى عنده مثلا لعبه معينه، لعبه بلاستيكيه معينه، عربيه، يقعد يفك فيها يفك فيها عشان عنده حب استطلاع ان هو يعرف ايه اللي داخل هذه اللعبه وايه اللي بيحرك هذه اللعبه، يفك ايه الاجزاء بتاعتها. مثلا لو كانت سياره مثلا الجزء اللي بيحرك السياره العجل والجزء مثلا كذا وكذا وكذا، فعشان هذه اللعبه تتحرك تاني بيعمل ايه بقى؟ بيعيد تركيب كل جزء مكانه. تمام؟ يبقى بعد ما بفك وبعد ما بجزأ وبعد ما بقسم بعمل ايه ابنائي الطلب؟ بعمل اعاده تكوين او اعاده تركيب لهذا الكل، لهذا الكل من خلال ايه؟ من خلال اجزائه. يبقى اذن التحليل عكس التركيب. طيب وكل تحليل انا ما ينفعش اقول ان انا هحلل شيء واسيبه كده. يعني انت مثلا لو اصاب الموبايل بتاعك عطل ما وذهبت به لاحد المتخصصين في اصلاح اعطال الهاتف، فهو مثلا توصل الى ان العطل في البطاريه هو اللي مثلا تسبب في توقف الجهاز بتاعك وان هو ما بيشتغلش، هل هو لما يجي هيرجع لك الجهاز هيرجع لك فيه كل جزء فيه على حده، ولا هيعيد تركيب كل جزء في مكانه، يحط السماعه في مكانها والاجزاء الداخليه في مكانها انتهاء الى الاجزاء الخارجيه؟ يبقى اذا كل تحليل يفترض مقدما تركيبا، لانه لو ما كانش فيه شيء متركب اصلا قدامك، لو ما كانش فيه سياره مش هيبقى فيه زمان الوقت. هنشوف المثال اللي انا جايبه لك ما كانش هيبقى فيه تركيب للسياره اللي هي الطفل اللي هو بدا يفك فيها، او مثلا سياره والدك لو كان فيها عطل ما ووداها للمتخصص في اصلاح اعطال السيارات، فهو مش عارف ان مثلا ان العطل متسبب في البطاريه، فمش هيسلم البطاريه السياره لوالدك وكل منها جزء على حده، لا بيعيد تركيب كل جزء في مكانه علشان الجهاز المراد تصديقه يتحرك تاني او يشتغل تاني من اول وجديد. يبقى اذا التحليل والتركيب او كل تحليل بيفترض مقدما تركيبا، لانه لو ما كانش في حاجه امام ذهن الانسان مترابطه ومتركبه قدامه مش هيقدر يفك او مش هيقدر يحل او مش هيقدر يجزأ او مش هيقدر يقسم الى عناصر او اسباب او شروط. تمام؟ بعد ذلك ابنائي الطلبه ينتقل العقل في منهج التحليل من المركب إلى البسيط، من المركب إلى البسيط، تمام؟ من التنوع إلى الوحدة، اللي هو الوحدة اللي هو كل جزء على حدة، من المركب إلى البسيط، من الأجزاء إلى جزء جزء جزء، من العناصر إلى عنصر عنصر عنصر، من الشروط بشكل عام إلى واحد واثنين، الشرط الأول الشرط الثاني وهكذا. طيب أنا هدفي من التحليل إن أنا بفك أعمل من هدفي من فك للأجزاء أو من فك للعناصر أو من فك للشروط وجود حدث ما، هدفي ان انا ارد الاجزاء علشان هذا، ارد الاجزاء من اول وجديد للكل علشان الدنيا تتضح قدامي واعرف ايه هي القوانين اللي بتحكم هذا او ذاك. طيب في منهج التركيب بقى انا بقوم برجع كل جزء وكل خاصيه وكل شرط الى المكان المحدد له. يعني انا في الموبايل في العطل اللي حصل للموبايل بتاعي رجعت كل جزء، الرجل المختص بتصليح اعطال الهاتف رجع كل جزء في الموبايل عشان الموبايل يرجع يشتغل من اول وجديد، لان لو كل جزء مش واصل في مكانه او مش موجود في مكانه الموبايل او السياره او الجهاز اللي انا مثلا عايز اصلحه عمره ما هيشتغل تاني، لابد ان يعود او لابد ان انا ارجع كل جزء في مكانه من اول وجديد. طيب اذا
هناخد مثال كما هو مبين قدامك اهو. اذا اصاب للسبب يعني في خلال شرحي انا شرحت لك هذا المثال، اذا اصاب هاتفك الخاص عطل ما وذهبت به المتخصص في تصليح اعطال الهواتف، فانه يقوم بكل بساطه بتفكيك الجهاز لكي يعرف الجزء انهي جزء متسبب في العطل. ممكن يكون البطاريه، ممكن يكون جزء اتحرك من مكانه هيرجعه في مكانه مره اخرى. طيب يبقى عشان اعرف الجزء المتسبب في توقف الجهاز وبعد معرفته هو انهي جزء وتمكنت من تصليحه، فان هو بيقوم باعاده تركيب هذا الجزء وباعاده هذا الجزء في مكانه علشان الجهاز يشتغل بشكل كلي فيما بعد. يبقى اذن مهاره التسامح الفكري، مهاره التحليل والتركيب، وعرفنا ليه قلت تحليل وتركيب وما قلتش تركيب وتحليل. طيب المهارة اللي بعد كده يا أبنائي الطلبة هي مهارة التعميم والتجريد. التعميم والتجريد مهمة جدا هذه المهارة فلسفيا وعلميا، فلسفيا وعلميا، ونشوف إزاي الفلسفة بتقرب للعلم أو بيكون لها علاقة أو اتصال بالعلم من خلال هذه المهارة المهمة جدا جدا. يعني إيه تعميم ويعني إيه تجريد؟ هنشوفه واحدة واحدة كده مع بعض. التعميم معناه أبنائي الطلبة إن أنا بنتقل من حالات جزئية إلى قانون كلي أو إلى شكل كلي أو إلى حكم كلي بينطبق على هذه الحالات الجزئية والحالات المماثلة. أيضا بمعنى آخر إن أنا بنتقل من الخاص إلى العام، بنتقل من الجزء إلى الكل، بنتقل من الخاص إلى العام. تمام؟ التعميم عند الفلاسفة أبنائي الطلبة هو أخذ إن أنا باخد أشوف الصفات المشتركة بين أجزاء مفردة وأجزاء معينة عشان أجمعهم كلهم كده على بعضهم في ربطة واحدة أو في تصور واحد. لما أنا أقول كل البلع لونه أبيض، أنا توصلت لهذا الحكم الكلي المعمم إزاي؟ لأن أنا من خلال دراسة مثلا العلماء للبلع وصلنا لقانون عام ان كل البجع فعلا لونه ابيض. لما اقول كل المصريين عرب، انا فعلا ان كل المصريين عرب يتحدثون اللغة العربية وينتمون على للوطن العربي. ولما اقول كل المعادن تتمدد بالحرارة، الحديد معدن يتمدد بالحرارة، الذهب معدن يتمدد بالحرارة، الألومنيوم معدن يتمدد بالحرارة، النحاس معدن يتمدد بالحرارة، أقدر أصل لقانون عام ينطبق على هذه المعادن والمعادن الأخرى اللي لها نفس سماتها وخصائصها إن كل المعادن تتمدد بالحرارة. عرفنا يعني إيه تعميم أبنائي الطلبة؟ التعميم معناه إن أنا بصل لقانون عام إلى بيصف حالات جزئية معينة، زي مثلا كل البجع لونه ابيض، كل المعادن في على هيئه قانون كلي بياخد الشكل الكلي. كل البلاد الاوروبيه طقسها بارد، وكما هو معلوم ان كل البلاد الاوروبيه تقع في منطقه الطقس البارد. تمام؟ عرفنا يعني ايه ابنائي الطلبه التعميم. التعميم معناه ان انا بنتقل من حالات جزئيه الى قانون كلي بينطبق على هذه الحالات الجزئيه والحالات المماثله. زي ما انتقلت من المعدن من الحديد والنحاس والذهب والفضه باعتبارهم معادن بتتمدد بالحراره، قدرت اصل لقانون عام واقول ان كل المعادن تتمدد بالحراره، ان كل المصريين عرب بينتمون الى الوطن العربي بشكل عام ويتحدثون اللغه العربيه. تعالوا نشوف يعني ايه التجريد. التجريد ابنائي الطلبه معناه بشكل فلسفي ان دي عمليه عقليه بيصير فيها العقل او الذهن من الجزئيات عشان يصل للاصول، يصل الى الجذور، يصل الى الاساس. ان انا اقول ان انا جردت الشيء من مثلا جردت الشيء ويعني قشرته، ازلت ما عليه. يعني مثلا معايا فاكهه ولتكن مثلا الموز، جردتها من القشره بتاعتها عشان اصل للجزء الاساسي اللي هو المراد ان انا ايه؟ ان انا اكله او اتناوله. عرفنا يعني ايه تجريد ابنائي الطلبه؟ التجريد هو ان انا بزيل الاشياء الثانويه او بزيل الصفات الثانويه علشان، او ان انا يعني بصل الى الاساس او بصل الى الاصل من خلال ان انا بتجاوز كل الاشياء وكل الصفات وكل ما هو ثانوي وما هو غير ضروري عشان اصل الى هذا الاصل واصل الى هذا الاساس. جربت الشيء معناه ان انا
قشرته او ازلت ما عليه، ده هذا من الناحيه اللغويه. انا دلوقتي قاعده قدام جهاز بتكلم او بتواصل عليه من خلاله معكم. الجهاز ده عباره عن ايه؟ ايه صفاته الثانويه ابنائي الطلبه؟ جهاز يربطه كابل معين بالكهرباء، وعباره عن مصنوع من معدن معين، وفيه زراير و. ولكن لو جينا بقى عرفنا المغزى او المعنى العميق لهذا الجهاز، انه وسيله تساعدنا في الحصول على المعلومات، ووسيلة تساعدنا على الاتصال بالآخرين، ووسيلة تساعدنا على البحث بسرعة والوصول إلى المعلومات والثقافة بشكل إن أنا أصل إلى معلومات تثقفني ومعلومات تغني عقلي وتثري عقلي، وهو ده المعنى الأصيل والمعنى المجرد بعيد عن المعنى الثانوي أو المعنى السطحي للجهاز. تمام، يبقى اذا مهاره التعميم والتجريد دي من اهم مهارات التفكير الفلسفي. الفيلسوف في فلسفته ابناء الطلبه لا يتوقف عند حدود ما هو ظاهر امام العين بشكل سطحي، ولكن دائما وابدا عينه على الاصل، عينه على العمق. يعني انا مثلا لما اجي اقول الكتاب مثلا عبارة عن ايه؟ الكتاب عبارة عن مكون من صفحات ورقية مصنوعة، او مكون من صفحات مصنوعة من الورق، ده المعنى السطحي. انا عايزة المعنى العميق، ان الكتابة وسيلة للحصول على المعلومات، وسيلة للثقافة، وسيلة لإثراء العقل بمعلومات مثلا في مجال كذا وكذا وكذا. هذا العمق، وهذا محاولة الوصول إلى الأصل والوصول إلى الأساس، هذه هي مهمة الفلسفة والعلم أيضا. عشان أنا بقول من عند التعميم والتجريد الفلسفة بتتصل بشكل عام بالعلم، أو بشكل خاص بالعلم. طيب أما أقول التعميم، أن الفيلسوف فلسفته عينه على التعميم، إن أنا أصل لقانون مثلا عام أو فكرة عامة بتنطبق على أفكار جزئية معينة. في العالم في علمه برضه هدفه الوصول الى قانون عام بيصف الظاهره بتاعته، او بيصف الحدث بتاعه، او بيصف التجربه بتاعته، والتجارب او الظاهره او الحدث اللي قريب منها او شبيه منها. طيب يبقى اذا احنا كملنا 3 مهارات مهمين جدا جدا، استكمالا لما بداته معكم الاستاذه اسراء. مهاره التسامح الفكري اهم حاجه، من فضلك اعرف ان الانسان المتسامح فكريا او التسامح الفكري بوصفه قيمه اخلاقيه، وبوصفه مهاره من مهارات التفكير الفلسفي، بيتطلب ان هناك سمات معينه او 3 سمات او 3 خصائص لابد ان تكون في الانسان المتسامح فكريا. خدناهم وعرضناهم منذ قليل. خدنا مهاره التحليل والتركيب، وليه قلنا ان التحليل اولا ويليه التركيب؟ احنا قلنا فك واعاده تركيب اللي انا فكيته، اعاده كل جزء من اللي انا فكيته مره اخرى لمكانه، علشان اضمن ان مناقشتي او اضمن ان الشيء اللي انا فكيته هيشتغل معايا من اول وجديد بشكل ايجابي. مهاره التعميم والتجريد ابنائي الطلبه، التعميم ان انا اصل الى قانون عام من خلال دراسه حالات جزئيه انا انطلقت منها. التجريد معناه ان انا تجريد الشيء معناه ان انا بجردت، ازلت ما عليه من قشره، او ازلت ما عليه من اشياء تجعله غامضا، من اجل الوصول الى الاساس، ومن اجل الوصول الى الاصول، ومن اجل الوصول الى الكليات بشكل عام. تعالوا بينا نشوف امثله على مهاره التعميم والتجريد. النظره التجريديه اللي انا لسه شرحها لك للكتاب تتجاوز كونه يتكون من اوراق وغلاف لكونه ايه بقى؟ المعنى التجريدي العميق الاصيل، ان الكتاب بيمثل قيمه تاريخيه وشاهد ومعبر قوي عن الاحداث وما يمر به او ما تمر به البلاد من احداث. تاني حاجه برضو، التجريد في الفن، لو انا باصص لورده معناه مثلا الشكل، الورده بشكل عام لونها احمر وجميل وتتكون من الورده بشكل عام، يعني الشكل الخارجي لا، ولكن انا اشوف اللون الاحمر يرمز الى ماذا؟ اللون الاصفر يرمز الى ماذا؟ بيحمل معاني ايه؟ بيحمل تعبير ايه؟ هذا هو التجريد أبنائي الطلبة، أو ما نعنيه بالتجريد، الوصول إلى العمق والوصول إلى الأصل والوصول إلى أساس الفكرة. بعد ذلك أبنائي الطلبة نشوف الجزء الآخر من الحلقة بتاعتنا، وهو الجزء المتعلق بالأسئلة. أنا هسألكم فيما يخص الـ3 مهارات اللي أنا شرحتهم منذ قليل. يقول فولتير: يجب النظر إلى كل الناس بأنهم إخوتنا،
ألسنا جميعا أبناء لأب واحد ومخلوقات لرب واحد؟ نستنتج من القول السابق واحدة أو إحدى مهارات التفكير الفلسفي هي مهارة النقد، التسامح، الشك، التحليل. برافو عليك، أنا سامع حد بيقول بما إننا إحنا كلنا إخوات، وبما إننا إن إحنا أبناء أب واحد وأم واحدة وربنا سبحانه وتعالى خلقنا متساويين في كل شيء، يبقى دي مهارة التسامح. برافو عليك. السؤال الآخر، وهو أيضا اختيار من متعدد، يقصد ديكارت الفيلسوف رينيه ديكارت به، هو شيء يقصد به ديكارت أن يقوم الباحث بتقسيم. وخلي بالك كلمة تقسيم، هو هنا مشكلة البحث إلى أقسام صغيرة. أنا طالما قلت تقسيم مشكلة البحث الأقسام لأجزاء صغيرة، وعشان أصل إلى الأجزاء الأولية أو الأجزاء اللي تتكون منها هذه المشكلة، تشير عبارة الفيلسوف ريني ديكارت السابقة إلى مهارة إيه؟ هل الحوار أو الشك أو النقد أو التحليل؟ برافو عليكم، هي فعلا طالما قلت تقسيم وطالما قلت أجزاء وطالما قلت أقسام عشان أصل إلى العناصر الأولية الأساسية، يبقى هذه هي مهارة التحليل. بعد ذلك، بعد أن يقوم الباحث بعملية التحليل، أنا حللت وفكيت وعملت كل جزء واحد أو ظبطت أجزائي واحد واثنين وثلاثة عشان أضمن مناقشة فلسفية عميقة لهذه المشكلة، لابد أن أعمل إيه؟ بعد ما بحلل وبرتب الأفكار البسيطة وتدرج حتى أصل إلى الأفكار الأكثر تعقيدا، معنى هذا إيه؟ نعم، هل هي مهارة التركيب ولا الشك ولا النقد ولا التحليل؟ نعم، إنها مهارة التركيب. بعد ما بفك برجع أركب أو برجع أرتب وأنظم اللي أنا فكيته من أول وجديد. هذه هي مهارة التركيب أبنائي الطلبة. السؤال الآخر، وهو اختيار أيضا من متعدد، عملية الفصل بين ما هو رئيسي، بين ما هو أساسي، بين ما هو أولي وما هو ثانوي متغير. تصف هذه العبارة أحد مهارات أو إحدى مهارات التفكير الفلسفي، وهي مهارة أنا بفصل أبنائي الطلبة بين اللي هو الأساسي وغير الأساسي، بين الثانوي وبين الأولي، بين الأصل والصورة مثلا. هذه هي مهارة، نعم إنها مهارة التجريد. برافو عليكم. بعد ذلك أبنائي الطلبة، سؤال أو نوع آخر من الأسئلة، وهو سؤال المقالي. السؤال المقالي، السؤال المقالي لابد أن تقرأه، كل الأسئلة لابد أن تقرأها مرة واثنين وثلاثة علشان تجيب أو عشان تقفل في السؤال، لازم تقرأه وتفهمه كويس. إطلاق حكما عاما بعد الاستناد إلى حالات خاصة، يعني أنا بطلق حكم عام أو حكم كلي بعد دراستي واستنادي وانطلاقي من حالات خاصة، دلل بمثال من عندك على مهارة التفكير المشار إليها في الموقف السابق. لازم تقول لي إيه هي المهارة، وطالما قال لك بمثال لازم تقول لي أمثلة. المهارة بقول أنا انتقلت من الجزء إلى الكل، من الخاص إلى العام. برافو عليك، هذه هي مهارة التعميم. أكاد أسمعكم من مكاني، برافو عليكم. لازم أقول اسم المهارة، مهارة التعميم. وكل المصريين أفارقة، كل الحديد يتمدد بالحرارة. أي صورة، أي قضية أو أي لها صيغة الكلية أو صيغة القانون الكلي ممكن تقدر تقولها تتحسب لك صحة، زي كل المصريين أفارقة، كل المصريين عرب، كل الحديد يتمدد بالحرارة، كل البجع أبيض، كل البلاد الأوروبية طقسها بارد، كل المصريين ينتمون لقارة أفريقيا. هذه هي مهارة التعميم، وهذه هي أمثلة لمهارة التعميم. أنا سعيدة إن أنا استكملت معاكم الحلقة النهاردة بعد الأستاذة إسراء. يبقى إحنا كده أبناء الطلبة خدنا مهارات التفكير الفلسفي الستة، بدأناها بمهارة الشك وختمناها بمهارة التعميم والتجريد. أتمنى أن نكون قد وفقنا اليوم في شرح مهارات التفكير الفلسفي، ونراكم على خير إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله، تكون حلقة أسئلة ومراية عامة وشاملة على المنهج. كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم الأستاذة إسراء سامي محمد والدكتورة سماح عبد الله محمد إسماعيل. أراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.